رغم صراخهما ومناشدة جيشهما لإنقاذهما قتلهما بالخطأ. هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن هذا التسجيل الصوتي لاثنين من المحتجزين الذين قال الجيش إنهم قتلوا بالخطأ في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة في ديسمبر الماضي، بعدما ظن الجنود الإسرائيليون أنه كمين من حماس. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية اكتشف هذا التسجيل بعد 3 أيام من إطلاق النار الذي أودى بحياة المحتجزين. التسجيل أثار حالة نفسية صعبة في الداخل الإسرائيلي، خاصة لأهالي القتيلين. نحن صرخنا مع ألون في تلك اللحظات، أنا وأولادي، وبكينا. إننا نسمع ونبكي كل مرة، ومن المؤسف أن الجيش قتلهما. في وقت إطلاق النار حاول إيجاد لحظات هدوء خلال إطلاق النار، صرخا كل الوقت: لا أحد هنا، لا تطلق النار. في هذه الأثناء كشفت القناة 14 عن أن مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلي قدموا استقالتهم، وأشارت إلى تقاعد عدد كبير من المسؤولين في قسم المعلومات بإدارة الناطق العسكري باسم الجيش دانيال هاجاري، لافتة إلى أن الاستقالات ناتجة عن احتجاج الضباط على سير الأمور العملياتية والشخصية. ومن أبرز المتقاعدين وفقا للقناة الرجل الثاني في القسم والناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الأجنبي والدولي ريتشارد هيشت، كما قدمت 3 من المسؤولات استقالتهن بدعوى أن الأمور العملياتية والشخصية لا تسير على ما يرام، وبسبب عدم ترقيتهن في السلم الوظيفي. وفي مؤشر على احتدام الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، والتي ترافقت مع زيارة بيني جانتس إلى واشنطن، بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم تقديم خدمات إلى الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس أو مرافقته في زيارته التي بدأها للولايات المتحدة للقاء مسؤولين أمريكيين، ما يعكس أيضا وجود خلاف سياسي داخلي.